رجعنا لكم حلقة جديدة وحلقة مميزة في نهاية العام. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير وفي سعادة وسلام، وإن شاء الله دايما في تسامح ومحبة وإخاء وفي رخاء في البلد بإذن الله. حلقة مميزة هيكون معانا النهاردة إن شاء الله مداخلتين هاتفيتين. المداخلة الأولى هيكون معانا الأستاذة حنان عيد إذاعية كبيرة، والمداخلة الثانية هيكون معانا أستاذة فريدة صلاح كاتبة صحفية، وإن شاء الله هيكون معانا في الاستوديو بعد المداخلتين الإعلامية الكبيرة الأستاذة فيروز نبيل. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يا رب الحلقة تعجبكم يا رب. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله أكيد الحلقة تعجبهم يعني. وأكيد مش محتاجين احنا نقول لكم انتوا وحشتونا قد ايه، انتوا فعلا وحشتونا جدا جدا جدا، وإن شاء الله الحلقة تعجبكم. ندخل بمداخلة ولا ايه؟ المداخلة الأولانية جاهزة يا شباب؟ المداخلة الأولانية هتكون معانا الأستاذة حنان عيد إذاعية كبيرة وإذاعية في إذاعة ترافيكير. هتكلمنا كده بصوتها الإذاعي المميز الدافئ الحنون، بتفكرني بأبلة فضيلة، بتفكرني الأستاذة الكبيرة الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمل فهمي. هتكلمنا عن الإعلام ومستقبل الإعلام في العام الجديد إن شاء الله. والمداخلة الثانية يكون معانا الأستاذة فريدة صلاح كاتبة صحفية في جريدة عالم المال، هتكلمنا عن توقعات انخفاض الأسعار إن شاء الله في العام المالي الجديد. واختموا مسك في الاستوديو هيكون معانا الإعلامية المتألقة دايما الأستاذة فيروز نبيل، هتكلمنا عن مستقبل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة وفي العام الجديد تحديدا إن شاء الله. أخبارك إيه؟ انا تمام الحمد تمام؟ لله، تمام جدا. حضرتك الحمد لله تمام. يا رب دايما. لسه بس المداخلة الأولانية ما ابتدتش. تمام، المداخلة إن شاء الله بإذن الله في خلال ثواني هيكون معانا الأستاذة حنان عيد، هتكلمنا عن الإعلام وهي ليها رؤية وليها يعني ليها طابع كده في التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية في الإعلام من خلال إذاعة ترافيكير، و كان ليها كده يعني مجهودات خاصة وليها توقعات خاصة، وهي داعمة جدا لدور المرأة في المجتمع وداعمة بقوة لتحسين نوعية اللي بيتقدم في الإعلام. أنا بعتبرها مش عايز أكبرها وأقول من الجيل القديم، بس هي فيها الروح الجميلة بتاعت الإعلاميين بتوع الزمن الجميل. الزمن هو اللي كان جميل وكان فيه ناس عظام جدا، فهي بتنتمي للمدرسة دي وإن شاء الله هتبتدي معانا خلال دقائق بالكثير وتتواصل معانا. طيب ايه رأي حضرتك لغاية ما هي تيجي، لو نقول للناس كده ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا يعني، وهم خارجين كده من السنة دي يبعدوا عن كل الناس اللي بتحبطهم ومش بتديهم امل كده في انه ممكن تكون انت تقدر تحقق حلمك او ان انت توصل اللي انت عايزه يعني، يحاولوا يتخلصوا منهم. انا هسيب الاستاذه حنان عيد هي اللي هي اللي تقول. تتجاهل. اهلا وسهلا استاذه حنان. صباح الخير عليكم وعام سعيد يا رب كده على كل مشاهدين صحة والجمال، وكل سنة والعالم كله بخير. كل سنه وحضرتك طيبه ومصر والاخوه الاقباط وكل الشعب يعني في سعاده ورخاء ان شاء الله. يا رب. ازاي حضرتك استاذة حنان؟ اهلا بحضرتك ومنورة الشاشة. ده نور حضرتك والله. ممكن حضرتك تقول لنا بتتمني ايه للاعلام في السنة الجديدة؟ الإعلام في السنة الجديدة، الإعلام في السنة الجديدة إن شاء الله إحنا بنتوقع منه في وجود طبعا آخر حاجة التشكيل الوزاري ووجود السيد الوزير الأستاذ أسامة هيكل، بنتمنى كلنا يعني بنطلبه من الإعلام إن هو يكون الداعم لمشاريع الدولة، الحائط الصد ضد الإشاعات، اللي هو يبقى سابق بخطوة توجيه الرأي العام للصالح، يعني نضع حد للفوضى الإعلامية. كل طبعا زي أي حد يعني بنتمنى للإعلام مزيد كمان من الازدهار، عدم سطوة رأس المال، إتاحة الفرصة للشباب إن هم يعبروا عن رأيهم، ويرجع تاني الإعلام بتاعنا لسابق عهده في الريادة والتطور. في نفس الوقت ما يبقاش بس بنتكلم عن الأصالة، لا، الأصالة والتطور والتطوير اللي احنا بنطلب ان هو يتحقق، وقبل ده كله الميثاق الشرف الإعلامي يعني عند الجميع.
تحياتي ليكي كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه وسلامه، هخليكي تعيدي على الناس ما تقلقيش. انا بصراحه بحب اسمع لحضرتك لان صوتك بيفكرني بالعظام بتوع زمان، استاذه امال فهمي، استاذه ابله فضيله، فيعني صوت ده حضرتك اذا شرف كبير، ده اسامي كبيره قوي 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 يا استاذ محمد، يعني لا لا انت لا حضرتني كده في حاجه لا استحقها بصراحه. يا ريت صوت يا ريت حضرتك بجد، اكون انا امتداد للقاده والرواد والعظماء. صوت حضرتك يعني في الدفء بتاع الزمن الجميل ده، وفي تحس ان انت بتتكلمي مع حد كده يعني ايه بيحتويكي، حد كده ايه بيديك المعلومه بسلاسه، والموضوعات يا بتاعت رب حضرتك تخليك. كلها مميزه. طبعا يعني ما فيش حد يعني يعلق على قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان هو لازم الاعلام يكون مقاتل غير حضرتك، وانا عارف مبادئ حضرتك دايما شكلها ايه. الحمد لله احنا بنحاول نقدم رسالة، الإعلام في الأول وفي الآخر هو رسالة، رسالة مهمة، ولازم فعلا زي ما قال الرئيس يكون شرس، لأن أنت شايف أموال بجانب وعمل بلبلة وعمل فقدان ثقة في الأنظمة، ودول راحت بسبب الإعلام. فإحنا ما عندناش رفاهية إن إحنا ما نكونش مقاتلين، وكل واحد في مجاله يعني، وكل واحد بأسلوبه. مش لازم أطلع أزعق، ممكن أطلع بس إن أنا ألم الأسر حواليا، ده قتال، إن أنا برجع تاني المستمع للراديو، برجع تاني القيم اللي إحنا افتقدناها، قيم الحوار، قيم الاستماع، قيم الحواديت، كل الحاجات الحلوة اللي احنا اتربينا عليها احنا بنحاول نرجعها تاني. هنقول مقاتلين واحنا قدها. وعلى فكرة في جيل كامل من الاعلاميين، يمكن البعض لسه مش واخد فرصته، ولكن انا متفائلة جدا 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 في 2020 بوجودكم وبوجود دعم قوي ان شاء الله من الدولة للاعلام في المرحلة الجاية. بعودة وزارة الإعلام، وإحنا عايزين نأكد إن الإعلام زي ما حضرتك قلتي من كلام حضرتك، الإعلام رسالة، واسمحي لي أضيف يعني إضافة بسيطة إن الإعلام مش لايكات ومش نسب مشاهدة بس، الإعلام في المقام الأول رسالة. لا 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 خالص، اللايكات وعلى فكرة نسب المشاهدة ممكن تعمل فيديو بيدعو إلى الرذيلة وبياخد نسب مشاهدة عالية، بيدعو إلى التخلف والانحطاط وبياخد نسب مشاهدة عالية. المشكلة أنت بتاخد المشاهدة ديت على إيه؟ أو أنت مشهور بإيه؟ هي ده هو ده الهدف. وخلاص يعني الناس فهمت، والناس تمام. استسمح حضرتك بس تبعدي بس شويه عن الشاشه. انا بعيدة خالص يا فندم تمام، والله. استسمح حضرتك بس في الختام توجهي بس المعايده للناس، وتتمني ايه في العام الجديد ان شاء الله بصفه عامه على المستوى العام. على مستوى العالم يعم الرخاء والسلام، ويعني خلاص بقى كفاية حروب وكفاية قتال وكفاية اقتتال. على مستوى بلدي ان شاء الله ترجع زي زمان واحسن، كل المشاريع العملاقة يعني نجني ثمارها ان شاء الله في 2020 وما بعدها. الشباب يعني يكونوا هم الأمل وهم السند، نركز على الطفولة، نركز على الصحة، نركز على التعليم، نحط إيدينا في إيدين بعض، المنافسة تكون منافسة شريفة، ومصر حلوة بيكم. تسلمي يا رب، تسلمي. وكل سنة وحضرتك طيبة، وفي النهاية أنا حابب أشكر الأستاذة حنان عيد، وإن شاء الله تشرفنا في الاستوديو قريب. حابب أشكر كل فريق العمل، وبالذات اللي مش باينين خالص على الشاشة. إحنا النهاردة اتأخرنا دقيقتين، كان في مجهود جبار، كل العمال وكل الناس اللي شغالة كنترول روم وفي الفنيين كلهم بيتعبوا. حابب اقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين، واشد على ايديهم، واقول للاستاذه ميرا كل سنه وانتم طيبه، وكل الساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين. معانا المداخله الثانيه، استاذه فريده رحب انت بيها بقى. صباح الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا رب، كل صباح سنه وانت الفل على طيبه. احلى، وحضرتك طيب وبصحه وسلامه ان شاء الله، وصباح الفل على احلى ميرا. صباح النور عليكي، ازاي حضرتك؟ حبيبتي الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام.
صباح الخير على كل المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة ان شاء الله، وعلى يا كل رب ان شاء اخواتنا الله المسيحيين بخير ان شاء الله. بإذن ممكن بس الله. أسأل حضرتك، هي ايه رؤية حضرتك للتفاؤل بفرص تراجع الأسعار في السنة الجديدة؟ انا طبعا بحب انتهز الفرصة دي جدا عشان اطمن السادة المشاهدين بان السنة الجديدة بإذن الله هيكون ليها من المتوقع ليها انخفاض ملحوظ في الأسعار، وسوف يشعر بها المواطن بإذن الله، إن شاء وذلك الله. بناء على اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الأحوال المعيشية للمواطنين عن قرب، وخاصة بعد التعديل الوزاري الجديد وزيادة الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل والأكثر فقرا. ومن المؤشرات اللي بتدل على هذا التحسن الملحوظ هو زيادة القوة الشرائية للجنيه بانخفاض سعر الدولار أمامه، مما يؤدي لانتعاش الاستثمار المصري مرة أخرى، ودفع عجلة الإنتاج وقلة نسبة البطالة، والتي سوف تعود بإذن الله بالنفع على أداء البورصة في الربع الأول من 2020، وخاصة بعد تأكيد السيد الرئيس على طرح شركات القوات المسلحة داخل البورصة المصرية. تحياتي ليك يا أستاذة فريدة، تحياتي لحضرتك، كل سنة وانت طيبة. و وحضرتك طيب وبصحة وسلامة يا رب. موضوع الأسعار بيقلق الناس، وبعد إذن حضرتك يعني في نبذة سريعة، بعد انخفاض الدولار وبعد توقعات باستمرار الانخفاض خلال 2020، ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد كلها وتوقع بمزيد من التحسن، حضرتك شايفة إن شاء الله المستقبل خلال العام القادم هيكون إزاي إن شاء الله؟ ان شاء الله هيكون خير باذن الله، وسوف يعني هيبقى في تحسن ملحوظ باذن الله ان شاء الله. تمام. حضرتك على المستوى العام قبل ما نختم وتعيدي على الناس، على المستوى العام تتمني ايه؟ سنة سعيدة علينا كلنا والله، وسعيدة على حضرتك والأسرة يا رب. يا رب بخير يا رب، وعلى حضرتك وعلى الجميع وعلى السادة المشاهدين كلنا باذن الله. تسلم يا رب، وإن شاء الله على أمل تكوني معانا بإذن الله في لقاء قريب بإذن الله، ودايما إن شاء الله بتفيدينا كده بالمداخلات الاقتصادية المهمة وكل جديد بإذن الله. فاصل وهنرجع لكم إن شاء الله مع ضيفة مميزة جدا وإعلامية متألقة، الأستاذة فيروز نبيل، وهنتكلم في موضوع الساعة، موضوع مستقبل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، ومنورانا النهاردة أستاذة فيروز، حضرتك منورانا بجد النهارده في الاستوديو، منور بيكوا دايما، ربنا يخليكي. تحياتي لحضرتك وعام سعيد، وان شاء الله باذن الله تحقق كل اللي تتمنيه في العام الجديد ان شاء الله. يا رب جميعا، يا رب عام سعيد علينا جميعا وعلى كل الامه العربيه وعلى كل الناس يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ممكن بقى حضرتك تكلمينا عن بدايتك مع الاعلام، كانت عامله ازاي؟ بصي، انا اول ما اتخرجت من الجامعه اتدربت شويه في ماسبيرو، قعدت حوالي سنتين بتدرب في ماسبيرو، شويه رحت بعدت عن الاعلام فتره، سبت ماسبيرو، بعدين رجعت تاني للميديا، اشتغلت في قناة خاصة يعني فترة، كنت احدى مؤسسيها مع مجموعة من الشباب، وبعدين اتدربت مع الاعلامي أسامة منير مايسترو الاذاعة. طلعت من الاوائل في الكورس بتاعه، وعملت برنامج مسا السعادة وته مربوطة على راديو محطة مصر هو يملكه، وبعدها رجعت لهوايتي القديمة الكتابة، كنت بحب قوي اكتب، بكتب دلوقتي على صدى البلد، مقالات بقى اجتماعية واسرية يعني. موفقة دايما يا رب. اشكرك. انا حابب ما امشيش بتسلسل كده منطقي شوية، واعمل في اول سؤال كده نقول مثلا حاجة فيها طرفة، واسأل حضرتك ايه اهم مواقفك الطريفة خلال السنين اللي فاتت في تعاملك مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله بص، انا كنت فاشلة اجتماعيا جدا في موضوع التواصل الاجتماعي ده خالص، انا كان الفيسبوك بتاعي من حوالي مثلا سنتين ونص ثلاثة كان عليه القرايب والاصحاب بس، كان حوالي 200 فرنس يعني. طبعا لما رجعت بقى للراديو ورجعت مع اسامه منير، فكان لازم ابدا افتح بقى المتابعه ويبقى عندي ناس، فالحمد لله في خلال السنتين وشويه انا عندي حوالي 11000 او 12000 متابع، وحوالي 5000 صديق، ما شاء الله، فالحمد لله يعني ابتديت دلوقتي دي الطرفه بقى، ان انا من 150 او 200 فريندز لحوالي دلوقتي لو بالاصدقاء والفولورز يعني بنتكلم في 17000 تقريبا. يعني هو انا كنت عايزه اسال حضرتك عن اخبارك مع السوشيال ميديا، بس يعني الطرف ده كده وضحت. لا، السوشيال ميديا سلاح مهم جدا دلوقتي الحقيقه، يعني انا ما كنتش معترفه بيه قوي من سنتين ثلاثه، يعني ما كانتش شخصيتي شويه منفتحه قوي كده، بس لقيت ان لا، الميديا دلوقتي معتمده بنسبه كبيره جدا على السوشيال ميديا، يعني احنا بنشوف دلوقتي في ناس بقت ستارز يعني نجوم من خلال السوشيال ميديا. تمام. هي حاجه مهمه جدا، في ناس بتنجح اليوتيوب وبيجيبوها بعد كده تقدم برامج بالزبط. وفي فقرات في بعض البرامج ثابته اللي هو بياخدوا الحاجات من اليوتيوب يعيدوها في البرامج. صح بالظبط. حضرتك شايفه اهم نقول السلبيات والايجابيات في السوشيال ميديا؟ والله انا شايفه ان اي شيء بنستخدمه بطريقه صح
فهو مفيد. لو افرطنا في استخدامه او وصل لمرحله الادمان فهنا بيبقى نقطه ومن اول السطر ما ينفعش. يعني في ناس انا دايما حتى كتبت مقال هل هي لسه هاجي عند ده في كذا مقال ما شاء الله يعني. ميرسي ربنا يخليك. فهي التواصل الاجتماعي لطيف في كل حاجه والسوشيال ميديا لطيفه وكل حاجه، بس لازم نستخدمها بحكمه وبعقل، ولازم نعلم ولادنا ازاي نستخدمها بشكل صح وايه هي اخلاقيات استخدامها، لان الموضوع ده مهم جدا لازم يدرس بعد كده، لان هي السوشيال ميديا بقت ركن من حياتنا مهم جدا او جزء من حياتنا مهم جدا. اسمحي لي اخذ من كلام مقالات حضرتك واعيد الصياغه ان هو وسائل التواصل الاجتماعي كانت بهدف التواصل، فهل احنا فعلا حققنا نوعيه تواصل جيده؟ يعني حصل تحسن في نوعيه التواصل ولا اسأنا استخدام الانترنت ووسائل التواصل اسأنا استخدامها وبالتالي ما بقاش التواصل بالهدف اللي احنا كنا بنتمناه، حصل اساءه تواصل؟ اساءه تواصل للاسف. يعني احنا زمان وانا كتبت في الموضوع ده زمان كانت الاسره ايه هي التواصل بتاعها، ايه وسائل التواصل بتاعتها في طبعا احنا كلنا مش كبار قوي بس اكيد كنا بنشوف الافلام القديمه، اكيد اجدادنا بيحكوا لنا، اكيد بنشوف اهالينا برضو واحنا صغيرين كانوا بيتجمعوا على سفره واحده، بيفطروا بيتغدوا بيتعشوا مع بعض، بيتبادلوا الحديث مع بعض، بيحكوا مشاكلهم لبعض، فكان في تواصل فعلي. دلوقتي بقى كل حد في البيت ماسك الموبايل 24 ساعة، واللي في اوضته واللي في الريسبشن يعني لدرجة عندنا اصلا ما بنخرجش من الاوضة علشان قاعدين على الموبايل، الا بقى لو النت فصل او الكهرباء فصلت فبتبتدي الاسرة تتجمع يعني بره وكل واحد ايه ده انت فين انت بتعمل ايه. فالموضوع فعلا بقى فشل اجتماعي اكتر او بقت تسبب فشل اجتماعي اكتر ما بتسبب تواصل اجتماعي فعلي، بقى تواصل ظاهري. زمان كان الاصحاب لازم يخرجوا مع بعض ويتكلموا ويضحكوا ويهزروا علشان يشوفوا بعض، ده التواصل بتاعهم. دلوقتي اصحابك او اصحابك بيكلموا صوت هاي انت عامله ايه الاخبار وخلاص وخلصت على كده، وممكن تقعدوا تهزروا وتضحكوا من خلال السوشيال ميديا وخلاص. انا بحب الم الولاد يا اما اشد الفيشه يا اما اغير الباسورد. صح كده. طب عادي ممكن يكونوا عاملين باقه على فكره ويشغلوهم. لا هم بقى يخشوا من الباقه بتاعتهم ما تشحنش ليهم. طيب حضرتك شايفه اكتر المستقبل للسوشيال ميديا عن اي ميديا تانية؟ شئنا ام ابينا ده اللي هيحصل. يعني انا كنت قاعده مع ناس وناس من يعني عايشه في امريكا وبره مصر وكده في دول اوروبيه، فقالوا ان في خلال 5 6 سنين من دلوقتي هيبقى القنوات الفضائيه هتبقى مندثره شويه، يعني لما نلاقي قناه او اتنين او تلاته هنقول ايه ده الدنيا يعني بقت شويه يعني في قنوات، انما في خلال 5 6 سنين من دلوقتي هتبقى اكتر القنوات اللي على اليوتيوب والقنوات الاونلاين. يعني اصلا بقت هي دلوقتي بتنتشر اكتر واسرع. بالظبط كده بالظبط كده. حابب اسال حضرتك يعني انت تتمني ان انت في المستقبل في العام الجديد تقللي استخدامك للسوشيال ميديا والانترنت بصفه عامه، ولا انت كده كده اوريدي مخصصه وقت بس في اليوم تردي فيه على رسائل وتتواصلي؟ والله انا نفسي اقلل بصراحه، لان كمان بقى موضوع انا عندي بقى الجروبات موضوع رهيب، يعني انا مثلا بقيت في 50 جروب مثلا للاسف بيضيفوكي من غير ما تطلبي. بالظبط بالظبط، وبيبقى غالبا ليك اصحاب يعني في الجروب، فبيبقى الموقف محرج لو انت عملت لفت الجروب او خرجت. فبقت المساله شويه طول الوقت انت مضطر تتجامل وترد ترد على الناس. حتى الواتساب في الجروبات للعيله الشغل جروبات الشغل، لو مثلا عند حضرتك مثلا حد في المدرسه الاولاد تلاقي 50 كل فصل وكل ماده وكل مستر عامل جروب، مش هتقدر ما حدش يقدر يتحمل كميه الرسائل دي كلها، وناس تزعل لو انت مش متواصل معانا، انت بقالك كتير مش بتدخل على الجروب، انت ليه مش بتكلمنا او انت فالناس بدات تزعل من بعض بسبب موضوع ان هم مش قادرين، انت غصب عنك بتوصلي لمرحله انت مش قادره تردي على كل الرسائل دي. أيوة فلازم نقنن الموضوع او نقلله شويه. يعني انا احيانا بخرج يعني في جروبز بخرج من عليها، في حاجات على الواتس بخرج من عليها. اعمل الجروب ميوت وخلاص عشان محدش يزعل. ما هو هعمل ميوت بعد كده يجي حد يسالك يقول لك انت ما قريتيش الرساله بالزبط. انت ما جيتش المؤتمر ما جيتش الندوه. هو بيعتمد ان هو بعت لك الرساله، يعني حتى ان هو يكلمك يعزمك على ده في ناس بتعزم على الافراح دلوقتي من خلال السوشيال ميديا وخلاص. ما هو ده بقى ويزعل ان انت ما رحتيش. طب انا ممكن اكون ما دخلتش. طب انا بزعل، انا واحد من الناس، انا قديم شويه ستايل قديم، بحب ان انا ارفع السماعه وكلمني او عدي عليا واعزمني. لا وبتحسسك ان يعني انا بكلمك او انا جايه ادي لك الانفيتيشن يعني. فالموضوع بيبقى شكله شيك ومقدرك يعني. انما فكره كل حاجه بقت واتساب او فيس او تو ماتش بصراحه، بقت كتيره قوي كتيره قوي يعني فعلا خلاص بقى دلوقتي لما حد بيزور حد بقت حاجه ظاهره يعني. ده لو رفع سماعه التليفون بتبقى ظاهره. او زمان كان يقول لك اعتمدته خلاص على التليفون والناس بقت تكلم بعض في التليفون وخلاص. دلوقتي حتى فعلا مكالمه التليفون بقت مجهود او بقى حاجه
فيفر يعني ان هم بيعملوه. يعني ارجع بقى المقالات شويه، ومقالات حضرتك ما شاء الله ممتازه جدا يعني، وبتفتحي افاق وافكار جديده. اشكرك. الله يخليك يا رب. فهي كنت حضرتك كتبتي نتكلم بقى في موضوع اجتماعي شويه، بما اننا هنتكلم على الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. هل حضرتك شايفه ان الانفتاح الاعلامي ومسلسلات التركي والهندي بالاضافه الى وسائل التواصل الاجتماعي طبعا، والزوجه والزوج اللي قاعدين على الفيس 24 ساعه، هل ده زود نسب الطلاق في مصر؟ جدا، ده سبب من الاسباب القويه جدا. هو موضوع طبعا نسب الطلاق دي داخل فيها مواضيع كتير واسباب كتير، بس من الاسباب الرئيسيه ليها فعلا موضوع السوشيال ميديا. يعني انا بحس اولا زي ما اتفقنا ان بقى الزوج مش بيتكلم مع زوجته ولا زوجه بتتكلم مع زوجها، فده عمل جاب او عمل فجوه بينهم. زمان ما كانتش الست مثلا بتدخل، برضو ما فيش نوافذ انها تدخل وتشوف واحده كاتبه مثلا صور، مع نشره صور وسعيده ومبسوطه والحياه وردي، وهي ممكن تكون بتمثل اصلا. بس تانية تقول اشمعنى شايف بيخرجها وبيفسحها وبتلف العالم، يا بختي وحش بقى وانا وانت سايبني وبتهملني من غير سبب. ومن غير سبب، وممكن التانية دي تكون بتتظاهر بده وحياتها مش كده، الفرحه في الصوره بس. بالظبط كده. فده برضو سبب من الاسباب المهمه جدا. برضو الخيانه، والزوج انه بقى يدخل ويشوف، يعني ممكن تكون الست ما عندهاش وقت او سبيس وقت ان هي تهتم شويه بنفسها، وده طبعا انا رافضاه تماما. المفروض ان الست مهما كان عندها اعباء تكون مهتمه بمظهرها وباناقتها طبعا. فبيدخل يشوف بقى ملكات جمال، مذيعات حلوين، مطربات، ناس شكلها شيك وحلو، فده طبعا بيخليه يقول لها شايفه انت مهمله، انت شكلك بقى مختلف تماما، انت اهملتي نفسك، انت. فبتبدا الصراعات. ما كانش في زمان الانفتاح بتاع دلوقتي، وكانت الناس كلها يا دوب هي عايشه حياتها البسيطه، فده برضو ليه سبب. وانا يعني اسمحي لي بس اضيف حاجه واحده، ان هو كان زمان توقعات او طموحات الراجل في الزوجه، او توقعات طموحات الزوجه في الراجل اقل شويه من دلوقتي. دلوقتي السقف عالي قوي طموحات، فما فيش حد بيرضى بحاله، تحصل صراعات، تحصل مشاكل. صح. مع الانفتاح يعني زادت للاسف نسبة الموضوع ده مضايقك يا دكتور؟ لا الحمد لله مستقر، الحمد لله، وبحب المدام وبحب الاولاد. بس فهي الفكره يعني نسبه الطلاق في مصر زادت قوي في ال 20 سنه الاخرانيه، وصلنا ل 50 تقريبا في المية من اللي بيتجوزوا بالطلاق. فهي النسبه ملفته لاي حد خايف على البلد تخض، لانها بتنتج ايه؟ اطفال مشوهه نفسيا، وبالتالي مفيش بلد هتنجح واطفالها اللي هم هيبقوا شبابها اللي هيشيلوها مدمرين نفسيا او معقدين او غير اسوياء. فلازم كل الاجهزه اللي في الدوله وكل الناس وكل المؤسسات والميديا والثقافه والشباب والرياضه، كلنا نهتم بالنقطه دي. ما انا لو عايز احارب بلد مش بالضروره احاربها بالسلاح، انا ممكن الجيل الجديد اطلعه مشوه مفكك، مفيش اسره. صح. الاسره هي اللي بتخلي بعد كده دوله قويه. صح، اتفق معاك 100% حقيقي. ويمكن مقالاتي انا سردت فيها الموضوع ده، وكتبت مقال بعنوان الطلاق لا يفسد للود قضيه، يعني ان مش لازم عشان اتنين اتطلقوا او الحياه اصبحت بينهم مستحيله ان هم يبقوا اعداء، وان هم يهملوا ولادهم، وان نقعد نمسك الولاد انا شد من ناحيه وهو يشد من ناحيه على حساب نفسيتهم هم، احنا بنعاند في بعض. فما ينفعش، حتى لو حصل طلاق لازم يبقى في صداقه بين الاب والام وتواصل. يعني مش حابب اكمل في الموضوع ده كتير، بس هو موضوع والله الناس كلها بتتكلم فيه، والواحد احيانا بيشوف شباب زي الفل وبنات زي الفل للاسف ما بيكملوش، ويعني على الورق كده ليه شفت اللي عملت حفله في الطلاق ايوه وبارتي، واللي خد التورته وخد التورته. هي حفله الطلاق دي اصلا دلوقتي بقت موضه، يعني بقت كل واحده عايزه تتطلق بس عشان تعمل حفله دي. بالظبط. فالموضوع بقى يعني انا كنت هعمل حلقه عن سنجل مام، بس بلاش. لا بلاش. بلاش. طب نتكلم بقى عن الحب، يعني نسيبنا من الطلاق عشان ده مرحله متاخره، خلينا ناخد الايجابيات اللي في بدايه العلاقه. هو بقى موجود الحب. فحضرتك كنت كاتبه تقريبا مقال اسمه تكاويه حب. تكاويه حب. حضرتك شايفه الحب في زمن النت بقى والسوشيال ميديا؟ هو لما كتبت تكاويه حب ده يمكن كان قريب او بعد الفالنتاين داي، يعني لان كنت طبعا شايفه كميه الورود والدباديب الحمراء، عارفه انت الفيس خلاص كان فيسبوك خلاص كله لونه احمر يعني. فقعدت فكرت كده، زمان كانت الناس بتعبر لبعض عن حبها ازاي؟ زي ما كنا بنتكلم من شويه، يعني مثلا لو واحد كانت بسيطه، لو واحد بيحب واحده كان ممكن يقف قدام او تحت بلكونتها بالساعتين وبالثلاثه بس عشان يشوفها وهي طالعه تبص من البلكون.
او يمسك لها ورده حمراء ويعبر لها او جواب، فكره الجواب يتحط في الكتاب بالظبط. دلوقتي لا، هو ممكن يكتفي ان هو يبعت لها دبدوبين وشويه ورود حمراء وبتاع، والحياه لطيفه جدا. انما فعليا بينهم ما بقاش في حب، الحب بقى مجوف من محتواه، او بقى فارغ، مش حب حقيقي يعني. فللاسف هو بقى تكاوي حاجه كده سريعه على السوشيال ميديا، الناس تقول هاي وبحبك وانا بحبك وخلاص، لكن فعليا والافعال ما بقتش موجوده، هو كلامه بس. يعني الحب التكاوي على السوشيال ميديا، ان هم يتعرفوا على بعض من السوشيال ميديا اصلا ويحبوا بعض بعد كده، ولا بالظبط زي المصطلحات اللي بقينا نشوفها، الكراش وحد متابعك وحاجات كده. بس مفيش، هو مجرد هو بيحب الصوره اللي انت بتنزليها، بيحب الستايل اللي شايفك بيه، لكن هو ما يعرفكيش. وعشان كده الناس اللي بتتجوز من خلال السوشيال ميديا غالبا بتنفصل، ده اذا تم اصلا موضوع الجواز. بس في ناس كتير قوي من كذا ابلكيشن كانوا بيتجوزوا مش عارفه ازاي، بس هي كانت بتحصل يعني. هل استمروا؟ طب انت تابعتي الحياه بينهم استمرت؟ لا، هم قالوا ان احنا اتجوزنا وبس ما كملوش بعد كده. بالظبط، يعني محتاجين ان احنا ندرس ده بقى، هل استمروا؟ استاذه فيروز انا اسف يعني بقاطعكم، بيبقى صوت الرجال الوحيد في الله. لا ليك كل هو انا اعتقد ان نسب النجاح في الزيجات اللي عن طريق وسائل التواصل الابلكيشن في بلاد بره انجح من هنا، عشان بره مش متكلفين، بره ما بيكذبوش. احنا عندنا شويه بنقعد نتجمل كده، والخطيب والخطيبه تلاقيهم في احلى حالاتهم وحاجات كده، كمان الدماغ بتشتغل، اللي هو دي اتعرفت عليا من السوشيال ميديا يبقى مش كويسه، زي ما كلمتني كلمت غيري. فكر الرجل الشرقي غير الرجل بره. ما هو ممكن يكون اتعرف عليها عن طريق ابلكيشن تعارف، بس هو عايزها بعد كده تمسح الابلكيشن او تقفل الفيسبوك بتاعها وتقفل كل التواصل وتركز معاه هو بس، او ما تلعبيش ببجي تاني وخلاص. بالظبط بالظبط، لا الفكر مختلف تماما يعني. اوروبا انا متفقه معاك طبعا، بره غير هنا خالص. لسه برضو الرجل الشرقي ولسه برضو الست الشرقيه، يعني هي برضو بعد الارتباط بتبقى ليها برضو تفاصيل. بالظبط، في الاهتمام بنفسها وفي الاهتمام بيه وفي متابعه اخباره. حابب اسال حضرتك المقال الاخراني بقى، حضرتك اتكلمتي فيه عن 2020 بيكون عامل الاحترام والصدق والمحبه والخير. لسه في ناس بتدعو بالحماس ده، نفسي المعاني دي والاحترام ده، حضرتك شايفه يعني الحاجات دي احنا افتقدناها في التعامل عن طريق الميديا وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فحابه انها ترجع؟ اتمنى طبعا انها ترجع، لان فكره احترام الاخر دي واحترام مواعيدك مع لما بتدي ميعاد لحد لازم تحترمه. الموضوع ده بقى غريب جدا، انت ممكن تكلم حد يقول لك هقابلك بعد العصر، هقابلك بعد المغرب، مفيش حد بيحترم نفسه يقول الكلام ده خالص. اما بدي لك ميعاد، انا بحترم نفسي الاول لما بجي لك في الميعاد ده وبحترمك، فما بقاش في احترام للمواعيد، احترام للشخص الاخر ده ما بقاش موجود. زمان كانت الناس بتحترم بعض، كانت بتحب بعض، كان بيتمنوا الخير لبعض. انا نفسي القيم دي نفعلها تاني، او نشوف هي ليه اندثرت. يعني انا المقال اللي حضرتك اتكلمت عنه هو بعنوان دي احداد، يعني حتى اللي يقرا العنوان يفتكر ان احنا بنتكلم عن فكره الحوادث والكلام ده، خالص هي دي احداد على الاخلاق واحترام الاخر، فكره الاندثار احترام الاخر. فنفسي عام 2020 بجد يكون عام بيدعو او ندعو فيه للاحترام، نرجع تاني الرقي، نرجع تاني حبنا لبعض، حبنا للخير لبعض، محدش هينتقص من اجر حد او رزق حد، او يعني متهيألي لو احنا فعلنا القيم دي هتبقى هو ده المعنى. فكره ان انت متخيل ان انت لما هتهبط حد او ده انت كده هتاخد فرصه زياده عليه، او انت هتظهر بقى يعني هو ينطفي وانت لا خالص. الناس بتنجح ببعض. لا بس النجاح يعني مش هيقلل مني حاجه، نجاح الاخرين مش هيقلل مني حاجه. يعني حضرتك لو ميرا مع حضرتك مش ناجحه ومنوره البرنامج مش هيبقى حلو، لو حضرتك مش ناجح ومنور الاستوديو برضو البرنامج مش هيبقى حلو، لو الاساتذه اللي خلف الكاميرا والمخرجين مش متعاونين معاكم الشكل العام مش هيطلع حلو. ولو مش في نفس البرنامج، لو زميل في برنامج اخر نجاحه مش هيقلل مني نجاح المحطه اللي انت بتشتغل فيها بكل برامجها، فهو بيعلي اسمك. فالشخص المستنير هو اللي بيفهم وبيحلل بالطريقه دي، لكن حته بقى النفسيات الغير سويه دي مشكله. يعني انا حابب بس اتكلم، كان عندها سؤال بس انا حابب اتكلم في جزئيه دعوه السيد الرئيس ان هو الاعلام لازم يبقى مقاتل في تحديات كثيره سياسيه واجتماعيه، وانا مش حابب اتكلم في السياسه، لكن احنا شايفين اللي بيحصل في ليبيا والحشد، يعني امبارح برضو الرئيس التركي دخل للاسف في سوريا امبارح. النفس العميق ده وراه حزن دفين. يعني مش حابب اتكلم في السياسه، لكن وبرضه في يعني تحركات في البحر الابيض المتوسط، ربنا يستر. ف
يعني انا شايف كل التحركات دي هتتلم ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله. مفيش حاجه تهدد خالص مصر، لكن في تحديات فعلا. انا شايف الاعلام منساق ورا الماده، ورا الاعلانات، ورا اللايكات، ورا نسب المشاهده، انما المحتوى اللي يحترم اللي يوعي الناس للاسف. للأسف متفقة معاك 1000000%. فكرة الإعلام الهادف والبرامج اللي فعلا بتفيد الناس اجتماعيا وسياسيا وعلى كل المستويات ما بقتش موجودة بالكم الكافي، وعدد القنوات اللي بقت مهتمة بده برضو ما بقتش كبيرة للأسف. بقينا بنهتم بالحاجات اللايت الخفيفة، مطرب يجي يغني، حد يجي يقول كلام لطيف وخلاص، يعني ما بقيناش نفكر في المحتوى أو المضمون، ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني أنا بشوف إن دور الإعلام هو رسالة لازم توصلها، معلومة لازم الناس تفهمها، فدور مهم جدا. ممكن المعلومة تبقى بشكل لايت، مش شرط ان انا بقى قاعدة عشان بقدم سياسة عاملة كده وبتكلم، لا، ممكن افهم الناس بطريقة لايت، ممكن عن طريق الدراما، ممكن يتعمل برنامج درامي داخل فيه شق درامي عشان الناس تفهم. يعني احنا بنخاطب كل الفئات، المثقف والمتعلم والبسيط من الارياف البسيطة فلازم الناس تفهم المعلومة اللي انا عايزة اوصلها بالطريقة اللي تناسبها. فدي مشكلة كبيرة جدا. يا ريت القائمين على الإعلام الفترة الجاية بتوجيهات سيادة الرئيس طبعا والحكومة إن احنا عودة نهتم الوزارة، بده. عودة وزارة الإعلام، دي عودة خطوة مهمة جدا، فمتفائلة خير إن شاء الله إن الفترة الجاية هيبقى في خطوات أسرع وأكتر إن احنا ننجز حاجات هادفة، برامج هادفة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا طول ما في إعلاميين محترمين تسلمي يا كده رب. لا لا وعايزين الله يقدموا يخليكي، رسالة ومضمون وبيتكلموا في كلام مفيد، أكيد في أمل. احنا لسه بنجتهد وان شاء الله باذن الله، إن شاء الله املنا كبير باذن الله ان احنا نقدم محتوى هادف، وان شاء الله سنه جديده تكون سنه سعاده وخير يا رب. يا رب نتمنى. كنت عايز يعني كنت مجهز سؤال بخصوص الكراش انت الموضوع الكراش ده دكتور فدلوقتي الناس اللي هي بتتابع بعض عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من غير ما يبقى في ارتباط رسمي، طب ايه الفايده؟ ويقول لك هو بيكراش عليها وهي بتكراش عليه، وهو يخش يشوف اخبارها وهي بتخش تشوف اخباره، واحيانا الموضوع ما يبقاش ارتباطه بس، حتى الزملاء بس انا تلاقي نفسنا وغيره. طب يعني انا بشوف حاجه ده في ناس تتابعك ما تعملش لايك وهو قاعد 24 ساعه ماسك الصفحه بتاعتك ما أنا عندوش حاجه قاعد تانية، بس يعني اشحن طاقه سلبيه ان انا اشوف فلان ناجح او فلان وبعدين اتضايق، او انا مثلا بشوف فلانه وانا كده كده مش هرتبط بيها. طب يعني بص دي ناس اب نورمال بصراحه، يعني اللي يقعد ماسك صفحه حد سواء بقى بيكراش عليه عشان هو معجب بيه او هي معجبه بيه او عشان هو غيران من نجاحه او من نجاحها، فدي ناس اب نورمال او فاضيه. يعني مفيش حد عنده هدف وبيسعى له وتراك بيجري فيه وهيقف يبص على حد، يعني فهو حد فاضي او مش عارف ينجح او ما عندوش التولز اللي تخليه ينجح، فهو قاعد باصص على ميرا وميرا بتعمل ايه، راحت فين النهارده، عملت حلقه دكتور محمد اه ده نجح في الحلقه دي، فانا المفروض ان انا اعمل زيه او يقلدك او يجري وراك، او ممكن يكتب كومنت يحبطك اكتر او ما يعلقش خالص. ده ممكن يعني، وده قمه انواع الحقد بقى، اللي هو يبقى شايف دكتور محمد 24 ساعه بس حتى اللايك دي مش عايز اعملها. ايوه انا زود لك لايكات انا نديله لايك اكتب له كومنت يعني فهي المساله فعلا بقت اوفر. ونتمنى برضو ان الاعلام يوعي ويفهم ده، وسائل التواصل الاجتماعي عشان الناس تتواصل، عشان شغل، عشان يعني احنا ممكن زي ما تواصلنا عشان بنجهز لحلقه بنتكلم في حاجه مفيده مش عشان تفاهات. يعني اكيد مارك لما عمل الفيسبوك ما كانش قصده التفاهات، يعني كان قصده ان الناس تستفيد. هو فعلا اكتر واحد يعني ما بيستخدمش الفيس تقريبا لانه هو حد فاهم، يعني هم بيصدروا لنا بس الحياه دي لكن هم فاهمين طبعا. احنا كمان شعب اجتماعي بمعنى بنحب نتكلم ونفضفض ونحكي، فسيبنا ده في التفاعل المباشر مع بعض وحولناه للابلكيشن والصفحات على النت. لا ده بقى فيه كمان منافسه، ان حد قاعد انت خدت 900 لايك على صورتك وحد يدخل لك على الماسنجر يقول لك صديقتي العزيزه ارجوكي علقي لي على مقالي. طب افرض انا المقال ما عجبنيش، ليه احرجك وممكن اكتب كومنت مش لطيف مثلا او علقي لي على صورتي؟ مفيش حد بيطلب يعني، وصلنا ان احنا بقينا سوري نشحط من بعض لايكات او كومنتات. يعني هو احيانا مثلا هو شايف حضرتك مشهوره فهو حابب حد مشهور يعلق على صفحته فده يساعده يتشير. يعني عملتها مره عملتها اتنين لكن مش معقوله كل يوم حد يدخل ارجوكي اكتبي لي ارجوكي، يعني مفيش كده. انا عجبتني الصوره هعمل لايك بالظبط، عجبني المقال هكتب لك كومنت، ممكن اكون مش عايزه اضايقك ان انا ما عجبنيش فاقوم كاتبه لا ده مش لطيف مثلا او انت كان المفروض تعمل كذا، يعني
فدي بتبقى حاجة لما بتعجبك انت بتكتب في الكومنت. حاجات بقى يعني اللايكات او القلب او الورود دي اوكي، انما بقى الوجه المبتسم بسخريه ده انت بتبقاش فاهم هو معايا ولا هو عايز ايه، هو يعني مبسوط ولا زعلان هو ولا معانا ايه ولا مع الناس التانيين، بالظبط. بس بتعديها في ناس ما طبعا. بتبقاش محدده موقفها يعني، اللي هو لازم يحيرك او يخليك تفكر يعني، فنوع من الناس موجود. ان شاء الله يعني مع عودة وزارة الإعلام يكون العام الجديد عام يا رب فيه نتمنى. هدف وفيه رسالة، وهو سيادة الرئيس قال عايزين إعلام مقاتل، فهو بالتأكيد هيبقى هدف وزارة الإعلام الرسالة. أكيد أنت أمنياتك أكيد. إيه للعام الجديد وللإعلام بصفة عامة؟ أمنياتي رقم واحد لبلدي أشوف مصر، هي طبعا بتتقدم الحمد لله بخطوات ثابتة، أشوفها في أحسن مكانة في العالم. أشوف تاني رجوع الذوق العام والرقي والشياكة، والناس تحترم بعض وبتحب بعض، وما بقاش فيه أبدا جو النفسنة أو أن حد بيغير من حد أو بيتمنى شر لحد أبدا. أتمنى أن ما يبقاش فيه حد مريض خالص بيتألم في 2020، أتمنى يكتشفوا علاج لمرض السرطان، دي من الأمنيات اللي بتمناها بقوة جدا. أتمنى طبعا النجاح ليا ولكل حد نفسه في هدف أو قدامه هدف يحققه. وللإعلام طبعا أتمنى أن هو يرجع لدوره الريادي بتاع زمان، ترجع مصر لدورها الريادي في الإعلام وفي الدراما كمان، نسوق للسياحة بتاعتنا بالدراما زي ما تركيا في فترة من الفترات قدرت تروج لسياحتها بالدراما. محتاجين أن احنا نهتم قوي بموضوع الترويج للسياحة، محتاجين ده فعلا. يعني حتى أي حد ممكن يقعد في مكان لطيف ممكن يصوره يا جماعة ويكتب مثلا شعار حلوة يا بلدي وينزل الصورة، يعني ده ابسط الاشياء اللي ممكن من نقدمها اكتر الحاجات لبلدنا. اللي بتعجبني في السوشيال ميديا يعني استكمال الكلام حضرتك المدونات اللي هي بتشجع على السياحة وتاريخ بالظبط البلد. بالظبط، يعني انا بعمل ده في اي مكان حلو بقعد فيه في مصر، بقوم منزله الصوره وبكتب حلوه يا بلدي واشعار، فبلاقي الناس بتتجاوب وبتعمل ده، فده شيء لطيف يعني، نقدر نكون واجهه او سفره لبلدنا بابسط الاشياء. فاتمنى ان كلنا نعمل ده، نهتم ببلدنا ونحبها بجد، واكيد ربنا هيكرم وهتبقى في اعلى مكانه باذن الله. اكيد ان بإذن شاء الله الله. ان شاء الله. انا مش هختم حضرتك، انا هسيب ميرا تعيد على الناس وتتمنى لهم الخير، وانا يعني بعدها وبعدين حضرتك اللي هتبقى بعد حضرتك طبعا تنزل التعليق الصوتي دي او بتاع ميرا. انت الجمال كله. ميرسي، كل سنه وانتم طيبين طبعا، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وتحققوا فيها كل اللي كان نفسكم فيه وما قدرتوش تحققوه قبل كده. وتفضل حضرتك. عام سعيد وان شاء الله ما تقلقوش، ما فيش اي مشاكل، وجيشنا قوي وشرطتنا قويه ومصر بلد الامن والامان، ما فيش اي حاجه، والاعلام ان شاء الله في ازدهار، وسنه جديده سعيده عليكم جميعا، وكل سنه واخواتنا الاقباط بخير ومصر كلها بخير. وشرفتيني يا استاذه فيروز، بشكرك. والكلمه الاخيره مع حضرتك. طبعا بشكركم على الاستضافه الجميله وعلى اليوم اللطيف ده، وبتمنى كل الخير لبلدي مصر، وبتمنى كل الخير لشعبها، وبتمنى ان شاء الله ان احنا في 2020 نحب بعض وندعم بعض ونساند بعض ونوصل لأعلى مكانة احنا وبلدنا بإذن الله. وكل سنة وانتم سعداء يا رب وبتحبوا بعض. ميرسي، اشكرك. شرفتينا. ميرسي يا ميرا، انا سعيدة بيكم والله، وربنا يوفقكم دايما. ميرسي جدا. نورتنا. شرفتينا. وانتم طيبين وبخير.